السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا بمتابعين سناب خلطة ولد الشرقية. طبعا زي ما علمتكم الكاميرا انا مستخدمها لي 5 سنين، لو ما شفت منها فايدة ما نزل حق متابعين وفايدتها. طبعا يجيك اللي هو الشاحن الكهرب، ما شاء الله الواير طويل طويل مرة، تقريبا يجي متر او مترين، وهم اذا تبغى زيادة تقدر تقطعه من هنا وتحط له وصلة. يجي مع الكاميرا هذه القاعدة اللي تثبتها فوق مثلا في الجدار في الحديد، تبغى تحط البلوط حقها، هذا هم البلوط، تبغى تحط البلوط تقدر تحط البلوط، ما تبغى تقدر تحط لها اللي هو الصمق، اي صمق وتحطها وتلصقها فوق هنا تثبت الكاميرا، تقدر تثبتها بذا الشكل وتقدر تثبتها بذا الشكل. اوكي، طبعا الكاميرا فيها رؤية في الليل ممتازة جدا، انا مستخدمها لي 5 سنين، اهم شيء ما تتعرض للشمس المباشرة. طبعا زي ما قلت لكم هذه القاعدة، شفتوا هذه القاعدة تحطها هنا في، اذا ثبتتها مثلا في الجدار، نعتبر هذا الجدار كذا، او مثلا تقدر تثبتها هنا كذا في الجنب، وهذه البلوط ابد ما يجي الكاميرا الا الشاحن، شفتوا هذا الشاحن. طبعا تقدر تتصل فيها تكلم بها، اهم شيء المكان فيه واي فاي، تشبك الواير طال عمرك في الكهرب. اوكي، تشبكها في كهرب. طبعا انا اشوف حاط لي مودم يغطي المزرعه كامله، شفتوا هذا المودم قيمته تقريبا 110، تحط المودم هنا في شريحه، تبقي بالشريحه بدون شريحه، طبعا بالشريحه يفرق. هذا اكشف المزرعه كلها كامله كامله بكاميرا واحده عندي، اكشف طبعا الان بحطها حق الغنم، بحطها حق الغنم، هذه ولاده تعسير لا سمح الله حراميه جاوا. طبعا تقدر تتصل فيها، تقدر تتكلم بها، تقدر اهم شيء ما يوصل حق الكاميرا مطر او الشمس تتعرض لها. انا مستخدمها طبعا الان حطيت الكاميرا طبعا امامها اللي هو الواي فاي. اوكي، شوف طريقه الكاميرا كيف تفتر. طبعا هذه الضوء الاحمر تشوفوه خلاص اذا غابت الشمس تشتغل على اللي هو الضوء الليلي. شوف الان الكاميرا قاعده تفتر، تفر لك المزرعة كاملة، شوف الآن افترت الكاميرا. اوكي، شوف الآن رجعت نفس الاتجاه. طبعا فيها نظام التسجيل، تقدر تنزل في تسجل في الجوال، وتقدر تحط مماري، انا حطيت المماري تقريبا ظلت عندي 4 شهور. شوف الآن دارت رقت فوق، شوفوها رقت فوق، ترقى فوق تنزل، ما شاء الله تبارك الله، ممتازة جدا دي الكاميرا. وهنا شوف تقدر تحط اللي هي المماري كارد، هنا الماموري كارت تحطها هنا، ممتازة جدا. سعر الكاميرا هذه 200 ريال يا شباب، اهم شيء ما تصيبها لا شمس ولا مطر، وبتدعوا لي، ممتازة الكاميرا. طبعا الان ركبنا الكاميرا حق هذا الحوش، نشوف الغنم. زي ما علمتكم هذه الكاميرا اقدر افرها في ذا الحوش واقدر افرها في ذا الحوش، حاش الخيول، هنا حاش الخيل، اراقب الخيل وقت الولادة وقت التعسير، وتفتر هذا. طبعا لو انت برا المملكة تفرها، اهم شيء المكان فيها انترنت. هذه هي الكاميرا يا شباب، اتفر شوف ترقى فوق من هنا، ترقى فوق من هنا، تقدر تحط فيها فلاش ممري. اوكي، تنزل تفتر. طبعا كل هذا تتحكم فيها عن طريق الجوال، اهم شيء المكان فيه واي فاي وكهرب. طبعا شوف خلاص اهم شيء تشبك واي فاي، خلاص تقدر تشوف الكاميرا في الليل. في الليل شفتوا هذه الاضاءة حمراء تستوي حمراء اذا كان الحين في شمس معي. اوكي، في الليل اوريكم ان شاء الله التصوير في الليل، نتابع الحلال وقت الولادة وقت التعسير وقت شيء، تقدر تتكلم فيها تقدر تتصل فيها، ممتازة. سعرها 200 ريال، توصيل في جميع مناطق. ونقول مرحبا، اليوم جايين نركب القاعدة حقت الكاميرا. طبعا اول كانت هنا كاميرا ثابتة، طبعا جايب البلوط، جايب الدير الدريل هو حطيتها في البياضة حقت الكاسكو، ونخلي الطيور تطلع ما شاء الله. يلا خلاص ماكو حمام اليوم، شغلنا زي ما علمتكم بنحط اللي هو القاعدة حقت الكاميرا علشان اشوف الحظيرة كاملة. اول كانت عندي ثابتة، الان غيرت بحط اللي هو القاعدة حقت الكاميرا. شغلها سهل مرة، هذه البلوط بس بلطين اراقبة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تدريب تدريب ما شاء الله، الله يطرح البركة. بسم الله ما شاء الله، ايوه معليش.
بنثبت هذه الكاميرا هنا. طبعا اول كانت الكاميرا ما تتحرك، الان غيرتها هذه. طبعا اوكي شباب، الان خلاص ركبنا القاعده، ما اخذنا حتى دقيقه واحده. الان نكبس كبس. خلاص الان ركبت الكاميرا، فقط تتجه كذا طالع الحلال وطالع هنا. اوكي، وهذه الكاميرا ترقى فوق، ترقى فوق هنا وتنزل. طبعا فيها تقدر تحط ذاكره داخل هنا، تقدر تحط ذاكره داخليه. شوف شوف الحلال، لا سمح الله قطو جا ولا شيء، على طول تعرف من هو قريمك زي ما يقولوا. خلنا بس اشبك الواير. طبعا الان بروح احط في الحظيره الثانيه. صباح الخير على الجميع، ما شاء الله تبارك الله. طبعا ركبنا الكاميرا الان فوق في غرفه الانتاج. هذا الان الكاميرا امي جميع الطيور في غرفة الانتاج. هذه الغرفة الان ركبت فيها كاميرا، وانا تحت في البيت اراقب حلالي من فوق من تحت يعني. هذه الان السطح كامل، طبعا ان شاء الله برقي القفاصة كلها جميعا. وهذه فوايد النت، شوف هذا الان القفاصة قاعد اراقب. طبعا خلصت الشبكة كلها كاملة، شوف قاعد اراقب الان بس كذا قاعد اجربها، قاعد اجرب الكاميرا اذا واصل النت معها فوق ولا لا. شوف هذه الكاميرا في القرفة حقت الانتاج. طبعا الان ان شاء الله يوم يومين بالكثير رقي حمام. مساء الخير على الجميع، ما شاء الله تبارك الله. طبعا شفتوني نزلت من شوي اللي هو نظام الكاميرا. طبعا الان نظام الكاميرا هذا النظام الليلي. شوف الان انا حاط اللي هو اربع كاميرات داخل البياضات. هذه بياضة القرفة اللي تتحرك، طبعا هذه سعرها ثابت 200 ريال. هذه الكاميرا اللي داخل البياضة سعرها 180 ريال. طبعا الان النور طافي داخل القرفة، النور طافي داخل القرفة، وش كيف وضوح الكاميرا. شوف ما شاء الله تبارك الله. طبعا تشتغل على الواي فاي الانترنت. شوف الان بفر الكاميرا هذه اللي تتحرك يمين يسار. شوف الان فريت الكاميرا على الاجوز داخل القرفة، اقدر انزل. طبعا في توصيل في جميع مناطق المملكة، اهم شي المكان فيها نت. شوف هذه الكاميرا اللي تتحرك يمين يسار سعرها 200 ريال، الثانية ب 180 اللي داخل البياضة. ونقول ما شاء الله تبارك الله. هذا حظيرة الحمام الزاجل. دقيقة بس خلنا نكتم الصوت علشان نعرف نتكلم. طبعا ما شاء الله شوف وضوح الكاميرا ما شاء الله تبارك الله. هذا الان الحمام الزاجل الفروخ، شوف هناك في فرخ برا. طبعا شوف في فروخ طلعت برا. اوكي قاموا يطلعوا الان الفروخ. الآن أتابع الحمام عن طريق جوالي وأنا في المنزل زي ما علمتكم. حطيت في كل حول المزرعة كاميرا. طبعا هذه حظيرة الفروخ ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه الكاميرا ثابتة، تختلف عن اللي في حظيرة الخيل البايكة، بايكة الخيل تختلف. إن شاء الله اليوم بتكلم عن الكاميرات ومتوفرة بإذن الله. طبعا الان يا شباب ركبت القاعدة، طبعا سهلة تركيبها مرة. اول كانت ربطنها بسيم وما تحكم فيها كويس، الهواء تحركها. الان خلاص حطيت بولت، باقي البولت الثاني بس. والله ممتازة هذه. طبعا شوف تكشف لي المزرعة كلها كاملة، اشوف هذه البدوك تفتر جميع المزرعة هذه كلها كلها اشوفها انا. طبعا حاط كاميرا هناك وكاميرا هنا ثنتين، واشوف الخيول هذه كلها. سبحان الله وقت ولادة تعسير، الموي خلص، الأكل خلص، كله عن طريق الكاميرا هذه ممتازة. طبعا زي ما علمتكم هذه سعرها 200 ريال. الآن بس بركب البولت وأثبتها. طبعا الكهرباء 220، أهم شي في المكان يكون نت. زي ما علمتكم أكشف المزرعة هذه كل أبوها، اللي داخل واللي خارج. أشوف الخيل، سبحان الله ما قص في الخيل، فرس تتألم، فرس نسيت الباب وخرجت، أي شي على طول من الكاميرا. دائما اقول الوقاية. مرحبا مساء الخير، اليوم جايين نركب القاعدة حقت الكاميرا. طبعا الان ثبتناها
بالبيم نقبنا لها، أول كانت مربوطة بسيم، الآن شدناها باللهول البلط حقها. هنا شوف الدريل هذا، شوف هذا الدريل، هذه الريشة حق الحديد. طبعا هذه الكاميرا الآن ركبناها عكسناها يعني ثابتة ما شاء الله مرة. إن شاء الله بوريكم التصوير الليلي. طبعا يا شباب الكاميرا ممتازة جدا، فيها الضوء الأحمر، شوف الآن الضوء أخضر لأن الشمس موجودة، مجرد يطفي النور أو الشمس تغير كاملة أوكي، وترقى هنا شوفها كذا ترقى وتنزل، يعني مثلا تنزلها فوق تنزلها تحت، هذه مواصفات الكاميرا ممتازة جدا. طبعا في توصيل في جميع مناطق المملكة، وتقدر تتصل فيها تكلم الموجود هنا تكلمه يكلمك على طول، تشوف رؤية الليلية اللي هو الضوء الحمراء. شوف ايش كيف تفر الكاميرا، تتحكم فيه عن طريق الجوال، شوف هذا كامل تفتر تطلع لك لا سمح الله عندك حظيرة وجت قطو او شيء فيها صوت الانذار يسوي طوط طوط، بشغله لكم الحين تشوفونه، تطلع لك المزرعة شفتها كامل تفتر شفتها كيف. طبعا في توصيل في جميع مناطق المملكة، تفتر كامل. طبعا لو جاء قطو او حاجة فيها صوت هذا تسمعوه، تقدر تعطي تنبيه او اي شخص يجي يم المزرعة تقدر تعطي تنبيه هذا الصوت، على طول يجيك تلقائي تنبيه عن طريق الجوال زي اللي هو الجرس الانذار حق طبعا فيها اتصال، تتكلم زي الجوال تتكلم فيديو، انت تشوف اي شخص هنا وتتكلم اياه تتصل عليه، فيها اتصال فيها نظام الاتصال. طبعا زي ما علمتكم اذا جاء احد وتبغى تنبه انه في كاميرات او قطوة وتقدر تكلمه مايك ويشوف وتشوفه ويكلمك وترد عليه، ممتازة الكاميرا يا شباب. سمعتوا هذا الصوت؟ وزي ما علمتكم تفتر جميع المناطق المزرعة، تغطي لي المزرعة كاملة. طبعا شوف يا شباب هذه الكاميرا الآن تفتر، شوف الكاميرا كيف تفتر، أنا حاطها الآن قاعد أشوف وزنية الكاميرا، شوفها كيف افترت، شوفها جابت لي المزرعة كاملة لي هنا. الحين ترجع تدور ثانية، شوف شوف ما شاء الله تبارك الله، شوفها كيف تفتر حتى ورا، تطلع لي دور مدار المزرعة شفتوا ما شاء الله، شوفها تتحرك الآن. تقدر ترسل واتساب زي ما علمتكم ممتازة، لو في سبحان الله فرس جاها مقص ولا شيء آخر، اللي شوفها كيف تفترت، افترت كاملة ما شاء الله تبارك الله. زي ما علمتك سعرها ب 200 ريال، في توصيل في جميع مناطق المملكه، تواصلوا على هذا الرقم 0544204431. مرحبا. طبعا تعطيك فوق تعطيك تحت، شوف الان قاعده تفتر 160 درجه، وتقدر تخزن في الجوال. طبعا ما شاء الله، طبعا هذه الكاميرا شوفوا ركبناها ابد يجيها بس واير الكهرب على طول، لازم تكون مشبوكه بالكهرب. هذه واحدة ركبناها هنا، واحدة هناك، شوفوا هذه الثانية، والله ممتازة جدا أنصح فيها. طبعا هذه اللي تتحرك هذه، الله تبارك الله، زي ما علمتكم ممتازة هذه الكاميرا. هلا كوثر، ما شاء الله تبارك الله، زرع كل أبوها. واللي بيها يتواصل معي على الواتساب 0544204431. ان شاء الله بوريكم التصوير بالليل، ما شاء الله ثابتة. اللي علمتكم هذه سعرها ب 180 وهذه سعرها ب 200 ريال. طبعا هذه بشيلها بحطها في بياضة، خلاص الحين اكتفي عندي كاميرتين، اطل على ثابتة هذه بس كذا حطيت اجربها. شوف هذه الثانية هناك تفتر جميع انحاء المزرعه ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه الثابته طبعا ممتازه، تطلع لكم التاريخ والوقت والشهر بالدقيقه والثانيه، وهم فيها طريقه اتصال، وهم تقدر الان تحرك تتحكم. شوف الان بنزل الكاميرا تحت، شوف تنزلها كذا، شوف تنزلها لين اللي تبي، وهم تقدر ترقيها فوق، شغل الضوء الليلي، ما في نور في الغرفه شفتوني طفيتها. طبعا هذه داخل البياضة الآن، وهذه الكاميرا الثانية، هذه الكاميرا عنده حتى طبعا بوريكم الكاميرا اللي في المزرعة اللي عند الخيل تمام. هذه هنا إذا جيت تبغى تتحكم. طبعا يا شباب هذه الآن أنا برا القرفة،
قاعد اتابع الطيور عن طريق الكاميرا اللي هي الواي فايف. طبعا هذه ضوء الليلة اليسار وتقدر تسجل فيها، تمام، تقدر تسجل فيها، ممتازة جدا هذه الكاميرا، والله انصح في كل واحد.